فيه في الحوار الأولي لمشروع ريادة الأعمال، أود منك إعطاء المشاهد توضيحا شاملا عن مفهوم ريادة الأعمال. رحب بيكي منار، وأول حاجة ندعمك يعني بصراحة في مشروعك هذا وفي اللي أنت تديري فيه، يعني ما شاء الله، يعني حتى أنك تطبقي رسالتك عمليا ما شاء الله. ريادة الأعمال طبعا في خلط مفهوم ريادة الأعمال مع أصحاب المشاريع، مع المشروعات، مع الأعمال الرائدة، مع الكلام هذا كله. وطبعا لازم يعني نحطه في اعتبارنا البيئة اللي نحن عايشين فيها. فريادة الأعمال ترتكز أول حاجة على فكرة وتكون في وتكون موهبة عند الشخص نفسه، وطلع بفكرة جديدة. مش لازم تكون حديثة أو تكون اختراع أو تكون ابتكار حاجة، لكن تكون أقل حاجة إن هي تكون قائمة على فكرة أو موهبة جديدة عنده، لأنه هو حيدعمها طبعاً بصقل هذه الموهبة، بالتعليم، بخبرته في عمل اليدوي. أكثر حاجة اللي هي تكون قائمة على الأعمال اليدوية. فنحن الحمد لله يعني هنا في ليبيا عندنا مجموعة أفكار لشباب محتاجين يعني الدعم، سواء كان دعم مادي أو سواء كان دعم معنوي، إن هو يبدأ أفكار جديدة، مش مشاريع تجارية قائمة على بيع وشراء وخلاص، لكن مشروع قائم على فكرة. فإن شاء الله يعني تواجد الكلام هذا كله ويحصلوا دعم يعني الكلام هذا. أول المشروعات الصغرى قام أساساً على اجتماع أكبر عدد موجود من الناس اللي لهم علاقة بالمشروعات الصغرى، أو عشان نكونوا دقيقين بدعم المشروعات الصغرى، زي الهيئة العامة للتشغيل، زي المصرف الوحدة الإسلامي، زي مصرف ليبيا المركزي، هيئة دعم الاستقرار المالي، مجموعة رجال أعمال، مصرف الأمان. كانوا في مجموعة رجال أعمال جو وشافوا مجموعة شباب عندهم مشاريع هم متعرقلين بس في قضية الدعم. فحاولنا أن نحن نكون زي الوعاء اللي ما بين الجهات الداعمة والجهات اللي محتاجة دعم، اللي هم الشباب. مشروعات فعلا تم دعمها من هذه الجهات. أثناء حضور الملتقى أثار إحدى الورقات العلمية حولها الكثير من التساؤلات، يعني عن أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية في نجاح المشروعات. برأيك إلى أي مدى وصلت؟ هو نحن لو تكلمنا على رائد الأعمال أو لو تكلمنا على صاحب المشروع، رائد الأعمال لأنه هو يعني صاحب مشروع، هو نفسه صاحب مشروع قائم على فكرة وقائم على موهبته الشخصية، فلازم يدعم موهبته الشخصية بجانب تسويقي، وقبل الجانب التسويقي لازم يكون قائم على خطة تدعم فكرته أو تدعم موهبته. لأن المواهب عادة أو لو ما حصلتش الدعم الكافي، سواء كان الدعم المادي أو الدعم السلوكي أو الدعم المعنوي أو دعم البيئة اللي هو قاعد فيها، عادة المواهب تنتهي، فينتهي المشروع. فلازم يكون هو فاهم أنه هو لازم يقوم بدراسة جدوى اقتصادية ودراسة جدوى استراتيجية للتسويق، للبيئة اللي هو محيط بها، للناس. ومش لازم تكون موهبته الناس يكونوا محترمين بها، لازم يدير دراسة للسوق اللي هو داخل فيه، دراسة للناس. ففي حاجات تانية مؤثرة في المشروعات بالإضافة للدراسة الاقتصادية، في حاجات تانية دراسة البيئة. في الملتقى هذا قدمت ورقة، أنا قدمت ورقة علمية كاملة عن دراسة البيئة والحاجات اللي هي مؤثرة في المشروعات لنجاحها أو فشلها، منها الكهرباء وانعدام الكهرباء وانقطاع الكهرباء في فترات الإنتاج. يعني في الفترة الصباحية يكون في مصانع، تكون في مطاعم، تكون في ناس تشتغل في الفترة الصباحية اللي ما انقطع فيها الكهرباء، فتأثر في جودة الإنتاج وتأثر في كمية الإنتاج. منها البيئة المحيطة، أنا اللي هي البيئة اللي زي الطرق إذا كانت الطرق، نحن خذينا استبيانات، نزلتنا استبيانات وردوا عليها الناس، منهم اللي هم اللي وصلوا مندوبين التوصيل، فكان عنده مشكلة إنه هو ممكن يدير حادث، ممكن الإنتاج نفسه إذا كانت مثلاً حاجة بتاعت أكل أو حاجة لفكي تنهز تخرب منه في الطريق، بدل ما يوصل الساعة 3 حيوصل الساعة 3:30. فهذينا كنا في التمويل في السيولة. السيولة انت عارفة طبعا ان المصروفات تندفع كاش، ما تندفعش عن طريق المصارف، المصروفات لازم تندفع في وقتها،
عدم وجود السيولة يعني كل الحاجات مؤثرة في المشروعات العرضة من ضمن الدراسة الاقتصادية والدراسة المالية من ضمن دراسة البيئة المحيطة بك أهم. لا والله اللي بيك في المجتمع اللي عندنا إن نبي الشباب يشتغلوا على مواهبهم، ما يشتغلش إن هو يفتح مشروع عشان هم تو يستسهلوا، يفتح مشروع عشان دخل مادي. المشروع هذا لازم يكون قائم على موهبتك عشان هو يقعد طول عمره وهو يعطي المشروع طول عمره وهو عنده دافع ان مشروعه ينجح. خاض الدافع المادي، لو مشروعه نجح مشروع قائم على فكره او موهبه ونجح راح يكون افضل حاجه له هو وللدوله. ونتمنى بجد كل الجهات اللي في ليبيا زي رجال الاعمال زي المصارف زي الناس اللي نجحت ان هي تدعم الشباب هذين، لان هم هذين اللبنه الاساسيه لتكوين المجتمع. والمشاريع هذه المشاريع الرياديه هذه مشاريع صغرى فرديه اصغر لبنه لتكوين المشروعات المتوسطه والمشروعات الكبرى، وهي هذه المفروض المعول الاساسي للدوله، لان هي تريح الدوله من حاجه تواجه بك ان هو قائم بمشروع ويشتغل فيه وكذا، تريح الدوله من حاجه تواجه. فهذا نتمنى. شكرا لك.